سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه مبشر بالجنة وانك نبي محمد لها لو كان بعد النبي لكان عمر قصر جنة كويا لا يان قليب نبي قولي حورا بان كويا حورا يا قصر جنة يا إلهي وطلق قلي وعيد من قريش كده شاء الله لن عرب كده شاء الله وطلق قلي أنيقا عربية معيد كلا ها جلبك قريشيات بو كسو جدا أنيقا با قريشية معيد كلا ها أمد محمد بو كمدي هاي أنيقا محمد معيد كلا ها عمر بن الخطاب بيكوتني عمر أدقرنا إسان مقام كي سيد درجة ديسة خير الناس بوها بعد النبيين والمرسلين إلا أبي بكر الصديق مويانه خلقك كلي إلهي أبو ريبا للنبي يدي مرسلين تا يا أبو بكر الصديق ما كفل لبنا كاسا قرأ مسكيت كالنبي كالصوغ لي وقت السحر بو صوغ لي وحو أركين يرو الشاب أو قارية وكنت كنا يمارك تانا سورة الطور قيام الليل كي بعد قراءة الفاتحة مرقاس عمر استاق أودغيستي والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المزور إن عذاب ربك لواقع هل كامركم مر يا عمر لكم كدعي فحملوه إلى بيته قريقيس الله حنباري لباتن مالمود أما بالكو دواد بحنوسنا عمر بالليدي داتكو كميسا ورقبين حنوك عمر ميشو كي مدين كميسا ورقبين قلوبتو دا آيان نولا توجل عدي إنك الزمن كينين علوشا لغا شقيني وزمن البطون بطون محان عنا حان فولا حان قاتا الكين قلا حان دلا الكين تقا حقيا وحكا عنا وعاديق لغو مدران أديق وحال لغو درتكليا عبادو علينا أن نعبده كما أمر وعليه أن يرزقنا كما وعد نصالحين تكمد لغو يري دلك انت أتكم مغرين مكا ورقبتا وحيس بدل دعي ما يكما ورقب إيشي قبو يري وعليه قد غلا العيش نلشي بالنقطة غالي سعرك بضاعتها أي زيادة رودي وي زيادة شاهي أو زيادة برقازر أنا وركا ما هي بولا أنا وركا يقو حويان علينا أن نعبده كما أمر أنا قو حالا يقربا كليا إن نعبد سدو سقو يقو أمري وعليه أن يرزقنا كما وعد أساقنا وحالا يقربا إنو نو أرزاقو سدو سقو بنقو يبوحي رزاق وايو من هو الرزاق الله رب العالمين رزاق يرزق العاصي ولا يبالي عاصق أرزاقك ومن أبيلو لك علي رزقك ولي عليك فريضة إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك حديث القدس إلهي بالله أذقنا فرائد ما كساري أنا قنا أرزاق دادي وأنا سساري بإلى هيدي عبدي لك علي رزقك ولي عليك فريضة أنا جو وحن كركي جساري بإلى هيلي أرزاق دادي أنا أرزاق دادا بلغ عليه أدي قنا كركا جو وحن ساري فرائض وواجبات بانكو سيء ومعرفة إلى هاي جو هالرئيس إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك هدي أدي جو فرائض ديدي وواجبات كي جات كتكتب إلى هاي كلية هاي أنو أرزاق دكا غوصان ما يو كي إلهي عاسية بهدو هدي البختين يسكورن هدي حمين جرك كميلا فريسان يسو شقادة جوجين يسو سين الله شنو نقول لهي هذا عادة وحال لك الشيك لها مقالة أن نيروبي حافظة إسلي شنكو نوقف با إلهي حالي دقيه كلا نقضي مركي إلهي عاسية سين الله شنو نقول لهي بلي شاك أرقي وينسيي وانكو عاسني مقالك وينسيي وانكو عاسني عافماتك وينسيي وانكو عاسني دان ليرنمدي وينسيي وانكو عاسني رزقي وينسيي وانكو عاسني إبراهيم الأدهم رحمة الله عليه أيا إنا يربوي مدو كيري يا شيخ إبراهيم أنقو معصية مدين كريم محنسة ما يأيشك بو كيري معصية مدين كريم عصيان مدين كريم زنا مدين كريم بين مدين كرايو خمر مدين كرايو تمشى مدين كرايو حران مدين كرايو ما سمايا وحده واحد سمايا ما غرانيانو مقيل بانكور راديا ابو دادي الله كو عاصدا ديك دودونيسا ما جربو رقيل كاس شيخ ادونت اوتن شيخ كو اورنا يا الهي عاصي هادات كري ويد نفتا دي مجرى ار مجرى يا مجرى ويا ما سمايا هذا كوت هلا بودي لكن صون نقمت بانكو أرانه
macsiya ma dayn karaysid, ha ma dayn karayo naftii iyo shaydaankii baa iga qaalib noqday. Maxaa iga qaalib noqday? Naftii iyo shaydaankii iyo dhallinyarnimadii. Haye, maxaan sameeyaa? Wuxuu yidhi, dee caasi ilaahay, laakiin mid baan ku odhan anigu, saddex arrimood baan ku odhan. Ilaaha aad caasinayso, arsaaqadan aad cunaysa asagaa ku siiyey, risqiisa dee u daa, ha ka cunin. Biyaha ayaa ku siiyey Allah, hawada ilaahay baa ku siiyey, bariiska ilaahay baa ku siiyey, caanaha ilaahay baa ku siiyey, cadka aad cunaysa ilaahay baa ku siiyey, risqiisa u dhaaf. Marba haddaad tiri casiyaan ma dayn karayo, de risqiisa u daa, de maxaa ku noolaadaa buu ka yidhi. De siday kula noqotay buu yidhi, inaad arsaaqadiisana aad ka cunto isagiina dib aad ugu caasido. Mid labaad baan kugu daray buu yidhi, dhulkan aad ku joogto isagaa le uga kac, dhulkan meel aan ahayn doondoono oo gal halkaan ilaahay ku soo caasi buu yidhi. Ma jirtaa? Dhulku waa dhul, cirkuna waa cir, gudahaan joogaa iyo dibaddaan joogaa ma jirto, dadko dhan gudahaan bay joogaan. Mid baan maalin nambar telefoonka la hadlo, nambarka caadiga, wuxuu yidhi iska goob, wuu yidhi sheekh lacag badan buu iga goosanayaay. War maxaa dhacay? Wuxuu yidhi dibaddaan joogaa, buu yidhi dibadda. Markaasaan ku yidhi dibad iyo guda ma jiraane, kulligeen gudahaan ku wada jirnaa gudaha. Adduunka dhamba waa hal qol keliya, halkaa qolna ilaahay baa iska leh. War hadda soomaaliya ka wada imanay, markaan ka soo tagayna dalkan, ma caalam kalaa lagaa fura soo gashay? Mise dhulku dhulkii uunbuu ahaa, cirkuna cirkuma soo socotay? 15 saacaan diyaarad la soconay, 15 saacaan non stop. Samaduna sidaan bay dusheeda u taalay, dhulkuna sidaan buu hoosta u yaalay. Hal qol weyn adduunyada, qolka ayaa iska leh. Ilaahay in lagu caabuda loogu talagalay, in lagu caasiyo looguma talagalin. Wuxuu dhulkan isagaa leh, haddaad tiri cisyaankiisa ma dayn karayo, uga kac, dhul kale ku caasiyo, dhul kale doondoono, dee ma dhici karto, ma jirto. Dee adoo dhulkiisii ku jooga sideed ugu caasin kartaa buu ka yidhi. Saddexaad baan kugu dariya, meel uusan ilaahay uusan kugu arkayn ku dhuuma oo halka ku caasi, may jirtaa? Ma jirtaa? Sawaa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin billayli wa saaribun binnahaar. Habeen, maalin, iftiin, madow, sirayso, mooji, caliimun bidaati suduur, yaclamu sira wa akhfa, laa yakhfa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa.